تقابلت مع المسيح في سنة 79 وأنا في سنة 6 ابتدائي. كنت أنا وأختي في يوم واحد، وبعد كده عشنا حياة جميلة قوي مع المسيح إلى أن وصلت لسن المراهقة واتخبطت أول خبطة في حياتي، انتقال ماما. وخدت فترة كده خاصمت ربنا عشان خد مني أعز حاجة. كان طموحي بيكبر قوي، وكان ده شوية كان فخ من إبليس أنا فهمته بعدين. اتسحلت بقى في الشغل جامد. حياتي كانت في البدايات كانت مع ربنا حلوة قوي، لكن إبليس بقى كان عايز يفرمل الجزء ده، إزاي أنا بشتغل وطموحي بيكبر وعمالة أطلع، وإزاي كمان ربنا مباركني روحيا، وإزاي أسرتي مستقرة. في أواخر التسعينات حصل إن جالي حصوة في الكلى، أدى إن الكلى عندي ابتدت الأنسجة بتاعتها تبوظ أو تبقى شكلها مختلف سنة بسنة في التوقيت ده، لغاية ما وصلت لمرحلة الفشل الكلوي الطبيعية اللي أنا مريت بيها. أنا كنت بجتهد جدا في الشغل، وكنت ناسي الجزء العلاجي بتاعي كما يجب. أنا طموحي مش هينفع يقف، فكرت ان انا ازود دخلي، مع ان دخلي كويس قوي، عن طريق ان انا دخلت مع حد شراكه. الحد ده ما كانش مؤمن، وانا ما كنتش شايف ده. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. انا ما كنتش شايف ده، انا كنت عمال اقول الرب هيحفظني، والرب مش هيسمح ان انا ادخل في منطقه غلط، وانا عمال ادخل في المنطقه الغلط. انا ما كنتش بستشير ربنا. كل حاجه انا بنيتها كلها تهدت، انه راحت وشريكي ده خد كل اللي ورايا واللي قدامي. انا كنت متاكد ان انا ابن للرب، بس بعت زي الابن الضال كده. يا رب اعمل ايه؟ انت دلوقتي جاي بتقول يا رب، بس الرب حنين جدا، وعمره ما بخل عليا بان يحطني في المأزق يجيلي في الهزيه الرابع. انا جوايا مكسوف من ربنا، مش عارف، زي ما حد عمل معايا حاجات حلوة كتير قوي مش قادر أبص في وشه. ابتدى المرض عندي يزيد نتيجة للضغط والسكر، ما بقتش قادر أتحرك من السرير لغاية باب البيت، عجزت تماما. طب هو ربنا كان سايبني؟ لا، لأن لو ربنا كان سايبني كنت اتدمرت وكنت مت، بس هو كان محاوطني عايزني أترمي في حضنه. الصوت اللي كان يجيني على طول في التوقيت ده، أنت وحشني، انت وحشني، دي بترن جوه ودني طول الوقت. معمول جروب صلاه في الكنيسه، كنيستي بالكامل يوميا 24 ساعه بتصلي، وكل يوم ابليس يقول لي انت هتنام مش هتقوم. اخويا اسحاق قرر انه يكون في يعني نعمل موضوع الزرع افضل، وكل عيلتي شجعتني كده، وكل كنيستي شجعوني موضوع على موضوع الزرع. ابتدى نعمل اعلان، وابتدى يجي متبرع، ابتدى اخش العمليه. ابليس يقول لي انت واثق ان العمليه دي في ناس كثيره عمليتها بتنجح وناس بتروح؟ ده هيشيلوا لك كليتك الاثنين، ده الكليه دي ممكن تبقى مش نفس الفصيله بعد ما تزرع. كل الشكوك دي عملها معايا ابليس. بصوتي دلوقتي بقول وبشهد انه الرب كان هو ملك هذا المشهد. اشكر ربنا من داخلي القرار النهائي، لن اتعامل معاك يا ابليس مره ثانيه. مش هرجع للحظيره الاخرى بتاعت الطموحات والسحله وان انا اتاخد في العالم مره ثانيه. اكتر ايه فرقت معايا في مزمور 94، لولا ان الرب معيني لسكنت نفسي سريعا ارض السكوت، هي ارض الموت. رحلتي دي كانت عباره عن اتولدت في بيت مسيحي، بعدت عن منطقه يسوع، اتسحلت في المنطقه بتاعت العالم اللي هي بره منطقه يسوع، لكن يسوع يفضل طول الوقت عينه عليا وعينه على اولاده، ويفضل طول الوقت صابر عليا بكل حنيه وبكل حب، ويغرقني كمان حب ورعايه ويسدد كل احتياجاتي.